الاحتفال باليوم العالمي للبيئة كان مناسبة لأساتذة علوم الحياة والأرض بإقليم أزرو لتنوير الأطفال بأهمية البيئة وتحسيسهم بالمشاكل التي تهدد الغابة وما تحتويه من تنوع حيواني، وكذا ترسيخ الاهتمام والوعي بالمجال البيئي. الأغلبية الأطفال اللي معنا اليوم من عالم قروي يبينوا ويساهموا في نشر ثقافة ووعي بيئي ما بين العائلات والأسر ديالهم، وكذلك ما بين الأقران ديالهم، وباش يتبناوا واحد سلوكات بيئية إيجابية. الهدف هو تربية الأطفال على أهمية الحفاظ على فصيلة هذه الحيوانات من الانقراض، وكذلك الاعتناء بالبيئة. هذا اللقاء التحسيسي الذي نظم بغابة بوندمام التي تبعد على مدينة أزرو بحوالي 5 كيلومترات استفاد منها تلاميذ 3 أقسام بمدارس العالم القروي، تميز على أقرانهم من الأطفال برسومات تبين العلاقة الوطيدة بين الإنسان والبيئة الطبيعية. اليوم جيت باش نشارك في هذه الحملات التضامنية للبيئة ونحسوا بأهمية البيئة، المحافظة على البيئة، فبيئة نظيفة حياة نزيهة. أنا كنوجه واحد الرسالة للناس الكبار والأطفال الصغار أنهم يحافظوا على البيئة، لأن بلا بيئة ما يمكنناش نعيشوا. أساتذة علوم الحياة والأرض وكل المهتمين بالبيئة يراهنون من خلال هذه اللقاءات التحسيسية على إكساب الأطفال سلوكات إيجابية تضمن الحفاظ على المجالات الطبيعية وغابات شجر الأرز.